لينيسياتيف دو جور. نرجع معكم في كل نهار وقسموا لينيسياتيف دو جور. اليوم باش نمشيو لنابل باش نحكيو على جمعية تريز اكتيف واللي جوستومون تهتم بالطفولة واللي تخدم على اكسيون تاع العيد. وإحنا اليوم يعني ليلة العيد ونتمنيو انه صغيرة الكل تفرح في العيد وتعدي العيد في احسن الظروف بالحويج والمهبة واللعب وغيره. مدام سلوى عبد الخالق مديرة جمعية لافوا دو لونفون دو نابل باش تعطينا التفاصيل ونتعرفوا على الجمعية وتفاصيل الاكسيون اللي خدموا عليها في العيد. مدام سلوى اهلا وسهلا، مرحبا بك. صباح الخير، ان شاء الله كل عام تحيين بخير وان شاء الله رمضانكم مبروك لان ما حكيناش قبل. وربي يفضلكم يعطيكم الصحه ديما متفكرين وتفكرين صغيراتنا. جمعيه صوت الطفل ممتنه ليكم لكل انسان معنا عمل فينا الخير ان شاء الله. يعيشك مدام سلوى. وعيدك مبروك على خاطر احنا اليوم نودعوا سيدي رمضان وانتم يعطيكم الصحه، خدمتوا برشا في رمضان. جوست ما قبل ما نحكيوا على لي اكسيون اللي خدمتوها خلينا نتعرفوا شويه على جمعية صوت الطفل. به جمعية صوت الطفل للي تعرفنا واللي ما يعرفناش جمعية خيرية تهتم بالأطفال فاقدي سند الرضع. ناخذوهم احنا عن طريق مندوب حماية الطفولة، نهتم بهم بكل النواحي النفسية الاجتماعية الغذائية والصحية والنفسية. الفيروس هذوما ناخذوهم على اساس انه نحاولوا باش نعملوا لهم نرجعوهم يقع استرجاع من طرف امهاتهم او عائلاتهم البيولوجيه، واذا كان ما وقعش هذايا يقع تبنيهم او كفالتهم من طرف عائلات عند الموافقه من طرف المعهد الوطني لرعايه الطفوله. هذه الاكتيفيتي الاولى. الاكتيفيتي الثانيه اللي هي جمعيه سامحني مركز الامل، وهي استقبال الاطفال زاد كيف كيف فاقدي السند المتمدرسين اللي هما تروح اعمارهم بين 6 سنوات و14 سنه وحتى عن الكوليج حتى في اكثر، معنا صغارنا اللي معنا وقاعدين نتابعوا فيهم وصلوا للكوليج وفما في الباك ديما معانا ان شاء الله حتى يكونوا صحيح يولي انسان مسؤول ويقدر يعمل روحه وقت احنا نخليوه. لذا محمد رسول الله صغيرات هذوما احنا نعمل لهم دعم مدرسي، هما يجيبوهم يقع الرمساج نتاعهم من كل في عن طريق في نابل معناها بين دار شعبان ونابل. يتلقاو دعم مدرسي، اللمجه نتاعهم عنا، الماكله، كل شيء، معناها نهتموا بهم كل النواحي وخاصه النفسيه لانهم تقريبا عنا 25 تلميذ معنا نتابعوا فيهم في الناحيه المدرسيه، دونك 25 تلميذ يقع متابعتهم من طرف الاخصائيين النفسيه سواء كانت عندنا الاخصائيين النفسيه مدام سميه او الاخصائيين النفسيين اللي موجودين في الطب المدرسي وغيرهم. واضح دونك الحقيقه هذيا خدمه كبيره ومعناها سي فريمون ان انجاجمون كبير وبخي من الصغيرات هذوما ولا زيد لي جون هذوما اللي يعني تقفوا معاهم وفو لي اسيستي وما تخليهم ينقصوا حتى شيء. كيفاش قاعدين اليوم توفروا معناتها في الموارد الماديه باش نجموا تقوموا بالخدمه هذه الكل؟ جست حبيتنا باش نكمل لك حاجه بركه. اللي صغيرات اللي ما يتمتعوش معانا وقراب حذانا بالمساعدات والدعم المدرسي اللي هما في الارياف ولايه نابل، احنا كيف كيف ما ننساوهمش، قاعدين نتواصلوا معاهم ونزوروهم وكيف كيف نعملهم مساعدات سواء كان غذائيه كيف كيف الصحيه والنفسيه وكل شيء على عين المكان حيث ما يوجدوا هما. بالنسبه للمساعدات الحمد لله احنا ما شاء الله الناس الخير يعطيهم الصحه ونشكرهم من طرف عن طريقكم هنا اللي ما شاء الله مش مخلينا بصراحه وين نعملوا نداء نلقاوهم الناس كل دق البيبان وتعطينا اللي حاجتنا سواء كان في قفه رمضان ما خلاوهاش بينا كيف كيف توا في حوايج العيد ناس الخير تبارك الله عليهم يعطيهم الصحه وكيف كيف عندنا اللي احنا نقولوا المتكفلين معناها اللي نمشيو بنظام التكفل اللي هي باريناج معناها فما اللي يحب يباراني صغير سواء كان يقرا او صغير معناها رضيع عنا وكيف يصرف عليه مبلغ معين وكيف كيف قاعدين يتفكروا فيهم في الاعياد وفي المناسبات الكل حتى معناها من غير اعياد. يعني برشا ناس اللي معناها تساند الجمعيه وواقفه معاكم وانتم خدمتوا برشا نتصور رمضان السنه باش هالناس الكل هذوما اللي متكفلين بهم ما ينقصهم حتى شيء برانسيبالمون الصغيرات ونعرفوا عيد الصغير متسمي على الصغيرات دونك ما تحبوهم يتحرموا من حتى شيء. شنو الخدمة اللي قمتوا بها في شهر رمضان واسكو كل شيء حاضر الغدوة للعيد؟
ان شاء الله احنا قمنا توي حاليا بتوزيع تقريبا وصلنا ل 130 صغير، وحاليا قاعدين باقي قاعدين نوزعوا، فما اللي جاونا وفما اللي ماشيين لهم تو معناها خارجين لهم ان شاء الله في القايله اللي بعد وما نجموش يجيو ما فماش وسيله نقل، خارجين لهم شويه اخر. الساك اللي كل صغير ياخذ ساكو مليء باللعب، فيه اللعب فيه الحوايج من اجيس كازيت الخلعه كل شيء معناها، واللعب اللي حسب العمر نتاعو، الحلوى كيف كيف النفاس، معنا حطيناهم في جو العيد اللي بديناه احنا بريسك جو العيد بديناه من قبل من جمعه، خاطر بدينا نقضيو معناها كل ما يناسب معناها الامانه اللي تتعطى نمشيو نخرج نقضيو كنا معناها خرجنا قضينا من الحوانت الكل من لي سيرفاس الكل قضينا حسب زاد كيف كيف مزغات تقول لك نحب هكا ونحب هكا، دونك لبينا لهم رغباتهم وشينا لهم اللي يحبوه هما الالوان اللي يحبوها. يعني ان شاء الله كنا احنا رضينا الصغير والكبير وان شاء الله يربي الناس كل فرحنا هم يا ربي، وقاعدين ما زلنا نفرحوا فيهم، وبحاول الغدوه الجمعيه بيبانها مفتوحه خاطر عندنا الاطفال الرضع اللي ما نجموش يخرجوا لكن مش يعيدوا حذانا هنا، دونك بيبانها مفتوحه للناس الكل اللي يحب يزورنا مرحبا بكم، وان شاء الله يا ربي يفضلكم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. مدام سلوى انتم اللي يعطيكم الصحه على الخدمه الكبيره هذيا واللي فرحتوا هالصغيرات هذوما الكل، وبرافو على الخدمه الكبيره اللي تقوموا بها. بتاتخ تفاصيل المتعلقه بالليزاكسيون تاعكم ولا بالناس اللي تحب تعاون، ولا كيما قلت انت بالنسبه للغدوه يعني الجورني بورت اوفيرت هذيا، التفاصيل كل وين موجوده للناس اللي تحب تزيد يمكن تعرف اكثر ولا تتواصل معاكم. نجموا يتواصلوا معنا على الفيسبوك والا انستغرام لا فوا دي لونفون دي نادل، او عندنا التليفون رقم الهاتف 95 634 344. فما بربي عندنا احنا عاملين شقاقه اللي اسمها شقاقه هكايا نلموا منها التبرعات، هي ماهيش ناشطه برشا اما نطلب الناس الخير هكي موجوده ديما على الانستغرام موجوده على الفيسبوك، اللي يحب يتبرع وهو بعيد وما نجمش يجينا يجم يصب على الشقاقه، وهذيك وسيله حلوه برشا وسريعه باش نجموا احنا نشريو ولا نقضيو للظاهرات الكل اللي ناقصين. يعطيك الصحة مدام سلوى عبد الخالق، شكرا لك، عيدك مبروك وميرسي بوكو اللي كنت معنا. مديرة يعيشك مديرة جمعية صوت الطفل بنابل كانت معنا اليوم في الانيشيتيف دو جور، خليكم معنا في الاستماع مواصلين مع باقي فقراتنا.